احنا اليوم استضفنا واحد من الاصوات اللي اصوات معبره بالنسبه لنا، اصوات ديال الحق اللي خرجت طرز ضد واحد الوضعيه اللي تعرفها التوزيع ديال الدجاج والانتاج ديال الدجاج. حنا كنا سابقا تنبحثوا ودرنا مراسلات متعدده وفتحنا نقاش في سبب هذا الشعله اللي يشعلها السوق، هذه الاثمان الباهظه اللي تعرفها السوق المغربي في مجموعه من المنتوجات. اليوم في قطاع ديال الدجاج تنكتشفوا معطيات اللي هي مهمه اللي ربما كانت الملامح ديالها باينه ولكن الاثبات ما كاين. اليوم كاينه بالملموس وكاين معطيات حقيقيه اللي تتعطينا واحد من المسببات ديال ارتفاع ديال الاسواق. الدجاج تيشتغل فيه تقريبا ربعه ديال المهتمين، كاين الانتاج ديال الفلوس، كاين التسمين ديال الدجاج، كاين الموزعين، وكاين البائع بالتقسيط اللي تيكون عنده علاقه مباشره مع المستهلك. هاد الفئات بربعه يعني كل وحده تتشتغل على حده، وكل وحده تحاول يعني تحدد الربح ديالها بوحدها. هذا الصوت اللي جانا اليوم جاء باش يهرس هذه المنظومه هذه ويعطي حقائق دفاعا عن المستهلك وايضا دفاعا عن المهنه ديال الدجاج. ملي تلقاو مثلا يعني مايين الفلوس تيتحكموا في البيع ديال الفلوس وتيحددوا الثمن ديالو، تمشوا لمايين التسمين تيتحكموا في الكواره وطريقه البيع ديالها، تنجوا للموزعين اللي هما طائفه ما تعتبرش حنا مهنيين، هما فقط نقالات تيجيبوا الدجاج وتيبيعوه، ولاو تيتحكموا في واحد الثمن يعني واحد القسط كبير من السوق، حيت تيرغموا يعني البائع بالتقسيط باش يقبل لهم الزياده ديالهم، وتيرغموا الكوري من جهه اخرى باش يتخلى على الثمن ديالو ويستغلوا القطاع، لانه لو مكونين لوبي قوي تيعرفوا عند من تيشروا، واللي باش يمشي معاهم غادي يحبسوا عليه باتفاق بيناتهم ما يشروش عنده، كما داروا لهاد السيد اللي ما باش يقبل الكلام ديالهم والزياده ديالهم وحاصروه وقطعوا عليه السلعه باش يحاولوا يربوه كيبغاو هما. وهذا كله بسبب واحد، هو سبب استغلال ديال السوق. لكن حنا كهيئه وطنيه لجمعيه الحميد المستهلكين نتساءل اين هي المؤسسات، اين هي يعني اين هو مجلس المنافسه اللي القانون تيمنع اي فئه معينه باش تتفق على ثمن موحد للبيع؟ واش تنتسناو المستهلك يتورط هو ويدير القانون ديالو بوحدو ويدير مبادرات بوحدو ويدير يعني اجراءات يعني حتى هو يعني مواكبه لهذا ما يقع؟ ما تسناوش هادشي، لان عندنا مؤسسات وعندنا دوله وعندنا قانون وعندنا ادارات مسؤوله. خصنا هذا المجال هذا والمجالات اخرى خصنا نقول الكلمه الحقيقيه فيها سبب الزياده شنو هو، ونبحثوا علاش، ونضربوا يعني بيد من حديد الناس المستغلين لهذا المجال هذا بطريقه خارج القانون وبطريقه غير قانونيه. حنا هذه الوقفه اليوم عطتنا معطيات مهمه، والاستقبال اللي استقبلنا هذا السيد هذا السي محمد يعني استقبال ديال الشرف ديال الحرقه والمواطنه اللي تيمتاز بها والصراحه اللي تيمتاز بها. اليوم وصلنا الميساج للجهات الرسميه، وصلناها للمؤسسات باش على الاقل تحرك ودير يعني اللازم. حنا بدورنا كهيئه وطنيه لجمعيه حمايه المستهلكين يعني غنراسلوا جميع الجهات الرسميه، غنطالبوا يعني التزكيه اللي ما قاله السيد يعني علاش ما يكون عندنا سوق في اكادير، وحنتعرفوا الجهه ديال سوس ماسا الشساعه ديالها والقوه الاقتصاديه ديالها والانتاج اللي كاين فيها، وما كاينش سوق جمله ديال الدجاج. شكون اللي ما عنده اللي معقد هذا الشيء؟ علاش المؤسسه ما تكون عندها هذه الرؤيه ضمانا اولا للتوزيع يعني المنتوج بطريقه معقوله واقعيه وقانونيه ضمانا للمنافسه في هذا المجال هذا؟ علاش ما تكون سوق يعني ديال الجمله باش يكون الولوج السلس للمنتوج ويكون يعني واحد المنافسه شريفه، وايضا يعني ذاك السيد اللي في الدكه اللي بيوزع يلقى فين يتقدم يجي واحد يتحكم فيه بالطرق اللي بغى. كاين مضاربات كثيره، كاين امور خفيه كثيره ما تقلت، ولكن هي كاينه، كاين التحكم عن طريق واحد عدد الوسائل ديال التواصل. نتمنوا ان المؤسسات تفيق هذا الشيء وتخرج تلعب الدور ديالها، وحنا كما قلنا غادي نبلغوا جميع الجهات الرسميه بما توصلنا به، وغادي نستمروا في البحث على مستوى قطاعات اخرى، لا على مستوى ما يقع في السمك اليوم اللي بعض المدن اصبحت يعني عرفت فين طلع السمك. السردين اللي كانت يشرو الناس ب 10 دراهم و 8 دراهم دابا راه تيدو في 40 درهم و 35 درهم. وبلد ديال المغرب الا قلنا الفلاحه يعني هرسها الجفاف،
فراه البحر ديالها راه ما فيهمش الجفاف، راه باقي السمك كما هو. ما سبب هذا الغلاء هذا؟ سبب واحد هو التحكم، هو الناس الوسطاء اللي تيحاولوا يتغنوا على حساب المستهلك. النور بيدي شويه والشعب ياكل الدجاج رخيص والتاجر يدي شويه والمستهلك ياكل الدجاج رخيص وذاك اللي في الكساب محتفظ عليه وبقاو خدامين به. داك في الكساب الا كيصور واحد درهم ولا درهم ونص كيصورها في الفوج وكيشري الجميع وغيخدم.